إذا تمسكت وآمنت بالله واتخذت كتابه منهجا في حياتك أعزك الله بلا وطن، وأعزك بلا عشيرة، وأعزك بلا مال ولا جاه، ووضع المهابة في قلوب من ينظر إليك. اشتغل بالكلم الطيب والعمل الصالح، ولا تلتفت إلى مؤامرات هؤلاء. وحين يتشتت فكر الإنسان ويذهب عقله هنا وهناك، ماذا بقي له للكلم الطيب والعمل الصالح؟ لا تشتت فكرك، ولا تذهب عقلك، ولا تذهب نفسك حسرات، واعلم أن لك ربا يدافع عنك، وأنت لا تعرف ماذا يحاك وماذا يدبر لك.